يا يا مش بص المذكرة، النهارده يا جماعه في اورجانيزم يا دكتوره يا دكتوره في اورجانيزم اسمه مثلا ستريبت. هذا الاورجانيزم اسمه ستريبت سمم الناس، اكل اللبن او شرب اللبن 100 واحد. في كم واحد بطن وجعته من الميه اللي شربوا اللبن 70 يبقى قوه الاورجانيزم كام 70%. يبقى معدل الاصابه بالعقل يا احمد، احمد يا صفحه يا احمد نسيت ولا ليه؟ معدل الاصابه بالعقل يا جماعه تبقى ايه؟ الناس اللي تقل، الناس اللي تقل. على الناس اللي ايه؟ الناس اللي اكلوا في مجده، في منطق كده، مفيش منطق كده في الدنيا. لدرجه اللي معانا اول مره هيفهم معدل اصابه مثلا ما يكون زي الكوليرا، هتلاقي من كل 100 واحد اكل 99 واحد اتصاب، يبقى الكوليرا قويه جدا. يعني معدل الاصابه كم واحد قل على كم واحد قيد في 100، تيجي اوسع الموضوع اللي ما كانش عامل تحت شويه، تيجي اوسع الموضوع؟ ما هو كلمة إيد أكل فعل ماضي، طب ما أنا أخليها إكسبوزد، كم واحد تعرض للبن؟ كم واحد منهم تعب؟ يبقى ايه او اكسبوز في الامتحان صح، كم واحد تعب من كم واحد ايه؟ بس واحد حشوه مذكره، كل ما كانش معانا المره اللي فاتت ينام له كده شويه صغيرين، وكل جاي متاخر ينام شويه صغيرين برضه، نفس الكلام بيسالك بدري، يا جماعه كان في كده البروبلم بتاع المره اللي فاتت اللي هقولها النهارده دي هي البروبلم الوحيده بتاعت الشقه اللي جايه. كل ركز ما حدش يكتب ورايا لها مكان معروف في المنهج، احكي لكم الحكايه بتاع المره اللي فاتت. حد فاكر المره اللي فاتت لما قلت في فصل في 25 طالب، دي بروبلم مشهوره جدا بهتيجي بنفس الارقام. ال 25 طالب منهم يا جماعه مثلا 15 ميل و10 في ميل، دي مش فارقه من النهارده في بتاع النهارده، مش فارقه قوي بتاع النهارده، منهم 15 ميل و10 في ميل. اول اسبوعين كله ركز معايا، اول اسبوعين اتصاب كام واحد؟ اتصاب خمسه، بقى في خمسه كيسز. تاني ست اسابيع في الفصل اتصاب كام واحد؟ اتصاب خمسه كمان. ايه السؤال اللي هيجي في الامتحان؟ بقى في خمسه كيس كمان. اسمعوني بقى، كنت انا طول عمري اشرح هذه المعادله بالرغم انها مش كتاب، يعني طول عمري اشرحها بالرغم انها مش كتاب، راح منزلها في الكتاب السنه اللي فاتت. تيجي نحسها؟ قال لك احسب لي الاتاكين، معدل الاصابه بتاع هيباتيتس ايه؟ قلنا المره اللي فاتت المرض ده، انا بقول بسرعه عشان الناس ما يدخلوش، يبقى ايه؟ خدوا الموضوع من النص، هنخلصه قبل ما يدخلوا. انا يا جماعه، حد فيكم ببساطه قلت يا جماعه المره اللي فاتت يا جماعه، احسب لي معدل الاصابه كام على كام؟ بالعقل كده، معدل الاصابه كام على كام؟ 10 اتصاب من 25 واحد الحمد لله، من 25 واحد تعرض ليه؟ ما فرض كفايه، ما اللي جنبي لو قال انا مش هقول. قلت ايه؟ لا تقول لسه هتقول لا لا اسرع يلا يا جماعه. فرض كفايه لازم احكي ده يا جماعه ببساطه. ببساطه يا جماعه ببساطه لو انا عندي دلوقتي يا جماعه 10 في الفصل بطنهم وجعتهم، ما يكونش في الحاجات البسيطه كده بتقعد تصدروا فيه. لو انا عندي في الفصل يا جماعه 10 بطنهم وجعتهم وعندي 25 واحد تعرض لهيباتيتس في الفصل، يبقى معدل الاصابه كام على كام بالعقل؟ يبقى معدل الاصابه كله ركز معايا، معدل الاصابه 10 بطنهم وجعتهم على 25 واحد تعرض في 100 هتطلع 40%. في عكس هذا الكلام؟ راح جايب لهم مره سؤال من حوالي 10 سنين قال لهم ايه؟ كان اول مره يجيب السؤال ده، احسب لي السكندري اتاك ريت. اللي هيحس معنى الكلمه هيعرف يجيبها، اللي يحس معنى الكلمه. راوند واحد المفروض يحسها لوحده، اربعه يحسها لوحده، اثنين وثلاثه لو احساسه صعب مش مشكله لسه ما خدش انفكشن اصلا. حد يحسب لي السكندري اتاك ريت في هذه المساله هيبقى اللي اتصابه المره الثانيه، مين اللي اتصاب المره الثانيه معاه؟ ابو سعاد خمسه ده اللي اتصاب المره الثانيه، لكن المره كلها كانوا 10. اللي اتصاب المره الثانيه على كام؟ هي دي القضيه. على 25 تعرض ولا خدنا في الانفكشن يا راوند واحد واربعه اثنين وثلاثه ما خدهاش اي طب حتى لو ما خدهاش اثنين وثلاثه عارفين حل المنطق اي حد جاله انفكشن بيتعزل من الفصل فالفصل بقى فيه كام واحد 20 يبقى اذا السكندري اتاك ريت 5 على 20 صح؟ يا جماعه هي مش الخمسه دي 10 ناقص 5 هي مش عارفه ايه؟ هي مش ال 25 25 ناقص 5 يعني السكندري اتاك ريت هي الاتاك ريت بس اطرح الحالات الاولى من البسط والبطء. مش فاهم انت لسه كملت يا عم انت لسه كملت شوف انت عارفين ده كان ده اسمه ايه؟ عارفين ده اسمه ايه؟ عارفين ده في واحد كان عندي كده اسمه ابراهيم اسمعني التجربه دي عشان اقول لكم مثلا بسيط ابراهيم ده يا جماعه بيخاف من الرياضه فيديني من نص الموضوع ده لسه ما كملتش اصلا راح عامل كده قبل الجيم انت حكم اصبر على رزقك لسه ما طلعش اي حرف اصبر لما المعلومه تكمل يا احمد قول لي يمكن تكمل بالراحه قول لي اللي داخل متاخر معاك نص وانا هفهمك حتى اللي داخل متاخر نص الموضوع هو هيفهم وكله معايا محمود الاتاك ريت يا اسلام في حاجه اسمها اتاك ريت يعني يا دكتور اتاك ريت معدل الاصابه ايه معدل الاصابه الناس اللي اكلوا اللبن على الناس اللي تعبوا منهم ايه يعني لو شرب اللبن 100 تعب منهم 70 حسب ما انا قلت لكم تقيله لان فيها معادلات بس احنا ما خدناش اخر حسب بالك لو شرب اللبن 100 تعب منهم 70 يبقى معدل قوه الاورجانيزم 70% صح؟ ده اسمها الاتاك ريت اللي اتصاب كله على كل اللي اتعرض صح صح كده؟ السكندري اتاك ريت في القصه بتاعتنا معناها ايه؟ اقول القصه تاني اول اسبوعين اتصاب خمسه تاني بص يا بص يا احمد يا احمد يا احمد تاني اسبوعين اتصاب خمسه كمان يبقى الاتاك ريت 10 كلهم على 25 صح كده؟
السكندري انتجري معناها ايه؟ اللي اتصابوا المره الاولى ولا اتصابوا المره الثانيه؟ اتصابوا المره الثانيه، يبقى نطرح الحالات الاولى من البسط والمقام. صعبه لغايه كده يا محمود؟ لا تاني اهو. هي الاتاكري يعني الناس اللي تعبوا على الناس اللي اكلوا، في حاجه صعبه كده كلام؟ واطرح لي الحالات الاولى من البسط والمقام. في حاجه صعبه كده؟ يبقى يا جماعه بدل ما كان 10 على 25 كان على كام؟ اللي اتصابوا المره الثانيه الاسبوع اللي فات، اللي اتصابوا المره الثانيه، ها مين اللي اتصاب المره الثانيه؟ 25 على مين اللي ما احنا عزلنا الخمسه، اديكم مثلا في منكم 25 اكلوا اللبن، خمسه منهم تعبوا، هيقعدوا معانا في الفصل ولا بيتعالجوا في المستشفى؟ يبقى الفصل بقى فيه كام من 25؟ طب ال 20 دي على قدر ال 25 ايه؟ طرحت مين من المقام؟ الحالات الاولانيه وطرحت مين من البسط؟ طب الحالات الاولانيه اسمها يا جماعه؟ قلتها المره اللي فاتت ما اعرفش الناس فاكرها ولا لا، اندكس جيسس، حالات المؤشر. اللي قالت لي ان في مصيبه وانا ما خدتش بالي من سنه، اللي قالت لي ان في مصيبه من اسبوعين وانا ما خدتش بالي، يبقى اذا شو اللي اخد متاخر بقى؟ اسلام، اسلام حس معايا يا اسلام هذا الموضوع ايه؟ ما حدش اتاخر في الاحصاء، حس الاحصاء كلها اول كلمه هي الشطه كله. اول كلمه برضه نقسم باللي عملت في هذا التحدي في طنطا واقول له نفس الموضوع التحدي ده هنا، خلي الواحد يدخل متاخر في مره، هيقعد الحصه كلها مش عارف فيها ايه، بص معايا الابتكري معدل الاصابه كم واحد ايه تعب؟ على كم واحد ايد اكل اللبن؟ اسلام داخل متاخر، فهمت يا اسلام؟ نفسي مره يا اسلام احس ان انت بره الغيبوبه. يا جماعه يا اسلام معدل انت بتشرب ايه دلوقتي يا اسلام؟ انا عامل مثال بتشرب ايه؟ قهوه. ايه؟ قهوه. لو القهوه دي فيها ميكروب كوليرا بيشربها 100 واحد، حلو كده هذا الكلام؟ معدل اصابه الكوليرا عاليه ولا واطيه؟ اسلام وانت جاي تشرب موظف في السنه ولا حد طلع بص بالغلط يا اسلام؟ لو الكوليرا القهوه اللي بتشربها فيها كوليرا، شرب القهوه 100 واحد، معدل اصابه الكوليرا عاليه ولا واطيه؟ ازاي؟ سيبوا اللي هو الكلام يا احمد، مش عايزين نزيد بعد كل حاجه تزيد بعدها، الناس عايزه تروح تنضف ساعه، قول يا اسلام عاليه ولا واطيه يا اسلام؟ عاليه بل يعني الكوليرا بتتعب الناس اكتر ولا الانفلونزا يا اسلام؟ يا داعي عاليه، يبقى من كل 100 واحد شرب اللبن وعايز مره تعمل ايه في اللي جاي؟ ده اللي جاي فلسفه انيل بكتير يا جماعه، ده اللي جاي انيل بكتير، لو 100 واحد شرب لبن قهوه فيها كوليرا حلو كده؟ كم واحد هيتصاب من 100؟ مثلا ايه ده غير رقم؟ 70 ماشي يا عم اسلام، يبقى 70 على 100% يبقى معدل قوه الاورجانيزم كام في المية؟ 70%، ده اسمها التكريك. في حاجه صعبه كده يا محمود؟ عايز اشوف الحد يا جماعه الحالات اللي اتصابت كلها، عايز اشوف السكند اللي اتاكل. يلا اسلام معايا، محدش يتكلم معايا، محدش يزيد معايا، محدش يزيد معايا اي زياره، اتكلم معايا ببساطه. السكند اللي اتاكل ما قصدي ثلاث تعريف معايا عشان محدش يقعد يتكلم كتير. بص يا جماعه التعريف ده هيبقى زياده، حس الاحصاء ما ينفعش فيها الكلام ده، المصري ينفع فيها الكلام ده، ليه بقى؟ الزياده يا جماعه مش كلمه، هي الزياده اللي عارفها المصريين اكبر شعب زياده في العالم. تلاقي ناس بتسقف في الشغل وتسقف معاه، تمام؟ تلاقي ناس بتعيط وتعيط معاه، تلاقي ناس بتتفرج تتفرج معاه، مش مهم على ايه، تمام؟ هتتعب الناس تعمله وخلاص، ما عادش زيت مع الناس. قول يا اسلام معاك. السكندري اتاكري بالعربي كده احساس، تحسها كده يا اسلام؟ معدل الاصابه الثانيه. يبقى الناس اللي اتصابوا كلهم ولا الناس اتصابوا رقم اثنين؟ جدع. يبقى نطرح من مين؟ لحظه واحده. يبقى نفس المعدل بس نشيل مين من البسط والمقام اللي اتصاب الاول؟ يبقى السكندري التكري زي الابتكري بس تطرح الحالات الاولى من البسط والمقام. شوف عامل ايه؟ سابني برضه قاعد مع القهوه يا ابني ارحمني يا ابني. يبقى يا ابني ركز معايا يا اسلام، اسلام يبقى نطرح الحالات الاولى من البسط والمقام. في حاجه صعبه كده؟ مره تعملوها بقى في لحظه كبيره، مره تعملوها في لحظه كبيره، انا منها جزء النهارده. يبقى نطرح الحالات الاولى من البسط والمقام. اسلام الحالات الاولى اسمها اندكس كيسز. ليه سماها اندكس كيسز يا جماعه؟ لانها اللي اشرت لي ان في مصيبه. في حاجه صعبه هذا الكلام؟ يبقى نطرح الحالات الاولى من البسط والمقام. تعالى صعبة؟ يا جماعة تعالى نبص في المذاكرة يا جماعة صفحة 36، مش عايز تهريج يا اسلام في حضور الحصة. حضور الحصة يا جماعة لحظة بس، لحظة بس. الإحصاء دي أنا ممكن أديها لنص المجموعة. بس أنا بقول خليها للمجموعة الكبيرة ليه؟ لأنها الإحصاء هتفرق معاك في قراية المنهج حلو. فالناس تبقى معاها من الأول شرح المعادلات. اسمعني بس يا اسلام. لو حضرته بهذا الشكل المنهج الإحصاء مش قيمة. أنا بدي الإحصاء في طنطا المجموعة الواحدة في طنطا الراوند الواحد يعني هديكم مرتين. فاهمين قصدي ولا لا؟ في هذا النظام الناس تقعد يا احمد في وسط الحصه اهرب مع اللي حواليا ما اجيش حصه اصلا. احسن لك حصه تقيله. الم الحصه ببساطه مع حصول على السبوره، انا خدت لغايه النهارده حاجه واحده يا اسلام. التكريت معدل الاصابه، سكندري التكريت معدل الاصابه الثانيه، في حاجه صعبه كده؟ ايه الغلطه اللي بيقع فيها الطلبه؟ اكتب الملاحظات دي، دي اهم بقى. هي ايه اللي هينام فيها هيغلط؟ انتوا عارفين الطلبه بتغلط في الامتحان ليه؟ لو جات لك بروبلم من هذه البروبلم دايما الطلبه بقول لك ايه بقى؟ بما ان في سكندري التكريت، اذا التكريت هي البرايمري. اكتب نفسك مفيش حاجه اسمها برايمري التكريت، يا التكريت كلها يا سكندري.
ما فيش حاجه اسمها برايمري. بس تعمل ايه بقى؟ يقول لك طب ما انا اعمل الاتاكريت الحالات الاولانيه بس. لا يا اتاكريت كلها يا سكندري اتاكريت. اسلام معاك المذكره؟ اه معاك بجد؟ والله. طيب بصوا بقى افتحوا لي يا جماعه صفحه كام، نشوف الاسئله ونشوف البروبلم اللي عليها. جدع جايين انت جاي، هاتوا لي صفحه دي عليها بروبلم هتيجي بالنص في الامتحان. بالنص صفحه دي يا جماعه نحلها مع بعض يا اسلام، وانا ما حلتش هتضايق. يلا يا محمود معايا. عندك بروبلم ما معوش مذكره من البنات، احكي لكم البروبلم مع بعض. ايه البروبلم؟ بص يا اسلام دي حللناها المره اللي فاتت حته منها. فصل في 25 طالب. بص يا جماعه بالظبط، فصل في 25 طالب، خمس حالات اتصابوا في اول اسبوعين. يا جماعه الناس ما كانتش معانا المره اللي فاتت، ركز في الحته دي يا جماعه. ليه قال اول اسبوعين؟ عارفين ليه؟ مش غير حصه النهارده. لا مش غير حصه النهارده، عشان يقول لي احسب الكيرف بشكل الانتشار كان عامل ازاي. ثم كان في خمس حالات لحصه النهارده، كان في خمس حالات تانيين اتصابوا على ست اسابيع. اول سؤال احسب لي الاتاكريت. يلا يا اسلام احسب لي الاتاكريت. معدل الاصابه كام؟ عدد الحالات هو كام؟ عدد الحالات في المساله 25. ده سؤال بقى، انا كنت والله العظيم بقى ده انا بنت يا اسلام، كان زماني ولدت يا اسلام. يا اسلام الحالات دي عصبوره يا اسلام، جابت يا اسلام والله العظيم فيها اسلام عصبوره. خمس حالات اتصابوا اول اسبوعين. يلا يا اسلام 1 2 3 4 5 خمس حالات ثاني اسبوعين، 6 اسابيع، 1 6 7 8 9 10، يبقى كل اتصاب كام يا اسلام؟ 10. جدع، على كم واحد تعرض في الفصل؟ يبقى 10 على 25% يساوي كام في المية؟ 40%. يبقى اختار خيار 40%. السكند طب قلتوا ليه يا دكتور والله عشان انا هتروطوا بعد، لو قلت جبتها هتروطوا. يلا بقى السكندري التجري كام على كام؟ 27. طب اشمعنى 5 على 20 يا اسلام مش 5 على 25؟ عشان اتصابوا ليه؟ طرحت الحالات اللي هو فصل المقام. جدع يا اسلام هتروطوا دي معناها حاجه ثانيه، ان يا جماعه انا بعرف. طب لو واحد دخل الحصه من نصها ما حضرش الشطر اصلا وفهم في المراجعه، اقول يبقى اللي قاعد ده من اول الحصه والحصه الاصليه كان نايم. الناس عماله تنضم بقى، واحد دخل نص الحصه كده قلت له اقول لك حاجه في ثانيتين، لو قلتها هتضرب ثلاثه. فراح قايلها، طب ما ضربتش ثلاثه بس هتضايق معناها هتلوم نفسك كده. قال انا عندي عقده ذهنيه، انا قلت لهم نفسي قبل ما كان في كوره الطب يا جماعه فاهم والله. مش انت يا استاذ حاجات سهله جدا يعني مش محتاجه بقى علم كبير يعني. ده معدل الاصابه الثانيه يعني ما يقعدش ولا ابو سهل. ازاي لا يا سليم يعني احنا علينا للاصابه خمسه نجيبهم معانا المره الجايه يجوا. ازاي بس ازاي بس دي معناها ان احنا علينا الاكل ده سبعه نجيبهم المره الجايه. لا كان في سبعه رخصين واحنا هنجيبهم يموتوا معانا المره الجايه. انا قصدي مستحيل يطلع من سالم يعني ده معناها ان اللي كان 100 اصابه من خمسه. اوكي لكن لو سالم عليه ولا اي حاجه ولا اي حاجه بالظبط. هو لازم يكون صح. لازم يكون صح. الاتاك ريت الاولى ليه جمعت الاثنين؟ ايه؟ الاولى ليه جمعت الاثنين مع بعض؟ اللي هو اتصابوا كده. في الاتاك ريت يا جماعه اقول لكم ايه يا جماعه؟ سؤال بقى حلو ده، كيف اقول لكم حلو؟ كيف سياسات مع بعض؟ انا بقول لكم احب افضل شيء كده قبل اي عمر اول شيء. انا بحب يا جماعه اشتغل ما اقطعش ثانيه ورا بعض ورا بعض نخلص المعلومات وما تعملوا في مجالي بهذا النظام. معنا معلش الشام انا بعرف خلص البابل بقى في معاك كتير جدا لهذا البابل بقى كتير جدا. احنا لسه في الاول فالحمد لله احنا ماشيين شطر بشطر. مش عايز تشطر على مرتين ماشي يا احمد. سؤال حلو جدا، ليه يا جماعه عملت اول سؤال بس شكله كويس؟ ليه عملت التكريت وسكند التكريت؟ ليه ما عملتش برايمري التكريت وسكند التكريت؟ الفكره ما انت عايز تعرف مين التكريت يا جماعه؟ قوه الميكروبه دي ايه؟ فلو عملت البرايمري مش هعرف قوه المجهول قد ايه، المجهول اصعب على مرتين، فانا عايز اعمل معادله هو قوته قد ايه والمعادله الثانيه عشان اشوف الناس اللي اتصابت المره الثانيه. يبقى ما سيطرناش على الوباء حلو، يبقى ما نظفناش الوباء حلو، يبقى احنا عاصينا غلطه نعيد اجراءات السيطره على الوباء ثاني. يبقى انت ما يلزمكش برايمري، يلزمك قوه الاورجانيزم واجراءات حلوه ولا لا. فهمت ولا لا؟ سؤال حلو عجبني. هتعملوا بقى في الاجابات اللي جايه في الخطوه. انا اسلام زدت كله، احمد اللي زدت النقطه من اسلام واحمد، احمد اللي حابه زدت منه واحمد اللي جنبه. اقول لكم ليه؟ لان قاعدين يحضروا الحصه يا جماعه بنظام ده. طب ما تيجي نروح نتفسح نقعد مع الدكتور شويه ما نقول كلمتين. هتعمل ايه في اللي جاي لسه جاي بلاوي سوده؟ البابل يا جماعه طلعوكم في الكليه وده انفكشن. الانفكشن لا يمثل اكتر من سدس البابل او عشر البابل بالكثير، يعني لسه بلاوي ما لهاش اي علاقه بسنتين اخر ب 70 ابراهيم. بص بقى المثل ده ببساطه خالص جت ايه؟ ابراهيم لسه داخل فعايز دور معلم الرياض، ما اعرفش العصريه جت منين. هتروح جاي واقع تحت المقصله تمام هيديه مستقبل، وانت داخل كده مش بيدي اخوانا يعني. امال هتعملوا في اللي جاي يا جماعه؟ اللي جاي يا جماعه
بصوا اللي جاي كان اول مره يزيد في الكتاب سنه 2007. فلما زودوا في الكتاب اول مره سنه 2007 دخل استاذ قال اشتغلوه هذه المعادله هعمل لكم بقى معادلتين ركز فيهم ابراهيم تقال جدا. حاجه اسمها التكريت تقرا كده في الكتاب الى الملاحظه الثانيه قال لك التكريت تساوي معدل الاصابه يا ابراهيم. حتى حاجه نفسي يا ابراهيم تقعد ساكت حتى كده عشان اقول لك ان فاهم حتى في ثانيه. يا جماعه تقرا الناس قاعده ملتزمه مهما الناس دخلت نص الحصه هعرف في ثانيه. قال التكريت كم واحد دايت كم واحد دايت على كم واحد اكل. مش ده منطقي يا ابراهيم؟ يعني كم واحد شرب اللبن كم واحد دايت منه منطقي ولا لا؟ منطقي. راح كاتبين يا جماعه تحت التكريت رقم 2 نفس واحد يفهم دي بقى التكريت رقم 2 كم واحد تعب منطقي. بص يا دكتور بص يا دكتور من كم واحد ما اكلش. فراح داخل الاستاذ الكبير اول سنه نزل فيها هذا المنهج قال لهم ايه بقى اشطبوا المعادله الثانيه المعادله الثانيه غلط. فالطلبه قالوا معاك حق يا دكتور المعادله الثانيه غلط. طب اللي كان يتعب ماشي طب اللي ما شربش اللبن يتعب ليه؟ مش هذا سؤال منطقي؟ هذه المعادله يا جماعه مش كده. هذه المعادله انتوا النهارده مش انتوا بقول لكم السبعة ثمانية الزياطين اتسمموا. حلو كده هذا الكلام؟ لا يا جماعة السبعة ثمانية الزياطين اتسمموا. يا جماعة أنا عايز أعرف اتسمموا من إيه؟ اتسمموا من أكل المدرسة اللبن اللي أخدوه في المدرسة؟ ولا من الباع الجائن اللي بيحضر طعمية قدام المدرسة؟ ولا من الجبنة اللي موجودة في كفر الشيخ اللي موجودة من مستورد واحد كلنا أكلنا جبنة في بيوتنا نفس الجبنة اللي أنت أكلتها بإيدي أنا أكلتها بإيدي اتسممنا أنا؟ فإحنا عايزين نعرف الأكلة المصابة. يبقى بنعمل يا جماعة هذه الفزورة اللي ما كانش معانا أول حصة تاني حصة سنة. اللي ما كانش معانا يركز محتاجة اكتر معظمكم ما كانش معانا فمحتاجة اكتر. فعايزين نعرف مين الاكله الملوثه. هل يا ترى اللبن اللي اكلناه في المدرسه؟ هل يا ترى الايس كريم اللي كنا اشتريناه النهارده؟ هل يا ترى العيش اللي كنا بنجيب نفس مصدر الدقيق في كفر الشيخ فكلنا عندنا نفس الاورجانيزم؟ عايز اعرف مين الاكله المصاب. تقول لي يا دكتور مش فاهمها. ما تفهمها لي اكتر تيجي نعمل مثال عليه كله يا جماعه. احنا النهارده اكلنا طعميه. بص يا احمد اهو في ناس هتزيد بقى ومهلبيه. بص ناس هتزيد اهو وملوخيه اهو ناس هتزيد اهو وتقليه. بصوا معايا النهارده اكلنا اربع اكلات. فعايزين نعرف مين الاكله اللي فيها الميكروب. في ناس هتسيب الحصه بقى وايه ايه وقعد يقول ايه جديده في الفكره ولا لا انا عارف في نوعيه كده. بص 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 عايز اعرف مين الاكله اللي فيها الميكروب. نعمل يا جماعه لحظه يا جماعه هقول لكم حاجه بالفلاح. ايه الفلاحي؟ فزوره يا استاذ. الفزوره تركز فيها محمود في الناس اول ما تلاقي فزوره كده تخض. بص يا جماعه معظم اللي كان طعميه تعب. معظم اللي ما كانش طعميه ما تعبش. يبقى ما احنا في بعضنا كان طعميه ومهلبيه وفي بعضنا كان طعميه بس وفي بعضنا كان مهلبيه بس. دي فلسفه تقيله جدا يا احمد يا احمد يا احمد. اعتبروا اكلتين اثنين بس يعني. فاجمع الاكلتين والله العظيم لو اتنفست هسيب حصه. الحمد لله. ويبقى اخر تحذير وهسيب الحصه وامشي. لان نظام الحضور الحصه بالشكل ده بيضايق عقله لازم ما يضايقنيش بس بيضايقوا عقله من بعض. وانا من حظها تعمل لك قبل كده في ناس اتضايقت منك. فمش عايزين يتضايق منك يبقوا 3 يبقوا 17 يبقوا 25 حبك بالنسبه لي هي. ثانيه بص عليه اخر مره بعد التسميه ما حدش يفتح بقه كل ثانيه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فالصوره يا جماعه احنا النهارده اكلنا طعميه من المدرسه بس مش كله كان طعميه. بعضنا كان طعميه بس وبعضنا كان طعميه ومهلبيه. خليها كلمتين خليها كلمتين بس. وبعضنا كان الاثنين وبعضنا كان مهلبيه بس. فاقول لك فزوره بالفلاح يا احمد. معظم اللي كان طعميه تعب. يلا حسها كده كل واحد يحسها. ومعظم اللي ما كانش طعميه ما تعبش. امال تعب من ايه؟ مش هقول لك اسمك يا عم. ومعظم يا جماعه اللي ما كانش طعميه ما تعبش. امال تعب من ايه؟ من المهلبيه. تاني فزوره. معظم اللي كان طعميه خلي بالك البنات كانت طعميه تعبت. ومعظم اللي ما كانش طعميه ما تعبش. مين الاكله اللي بتتعب؟ ها الطعميه. يعني يا جماعه ببساطه عايز تعرف الاكله اللي فيها الاورجانيزم بتعمل ايه؟ تجيب الناس اللي كانت طعميه بس. يا جماعه الناس اللي كانت طعميه بس كم واحد تعب؟ هدي مثال يا جماعه مثلا 100 واحد كانت طعميه 70 واحد تعب في 100 يطلع 70%. كم واحد ما اكلش طعميه وتعب تعمل ايه؟ كم واحد ما اكلش طعميه وتعب المهلبيه؟ تعب المهلبيه. كم واحد ما اكلش طعميه وتعب مثلا مثلا اللي ما اكلش طعميه مثلا 100 واللي تعب منهم 3 يبقى 3%. يلا بصوا النتيجه اهو. كم واحد كان مهلبيه وتعب مثلا 1%. كم واحد ما اكلش مهلبيه وتعب يا جماعه 9%. اقسموا المعادلتين على بعض. 70 على 3 خليها 60. 60 على 3 خير 20. تدخل على 60 على 3 والله معاك والله العظيم ما شفت كده في حياتي. 60 على 3 فيها 20. 1 على 9 فيها 90. مين الرقم الاكبر يا جماعه؟ ال 20 ولا ال 90؟ ماشي كده اكبر مصاب. يعني يا جماعه ببساطه شوف كم واحد اكلها وتعب وكم واحد ما اكلهاش وتعب وقسموا على بعض. انا بس عشان الناس ما كانتش معانا هعمل لهم فزوره هيضحكوا عليا دلوقتي عادي. كم واحد اكلها وتعب؟ كم واحد ما اكلهاش وتعب وقسم الاثنين على بعض؟ نجيب الاكله الثانيه.
كم واحد اكلها وتعب؟ كم واحد ما اكلهاش وتعب واسمهم على بعض؟ يا جماعه التناسب الاكبر هي الهجره المصابه. اوعى حد يبص على المذكره ويقف عصبه. اللي ما كانش معانا يحسب للصادق زي مننا. قالوا كده انا هربطها لك بحاجه مش موجوده في الكتاب. فاكرين معنى الصادق زي كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب 100 واحد بيدخن سموكينج و100 واحد ما بيدخنش نو سموكينج واستنى حدوث المرض في المستقبل. لو ده تعب منه 90 وده تعب منه 2 كنت بقول في الفلاحي بما ان معظم اللي بيدخن تعب ومعظم اللي بيدخنش ما تعبش. اذا التدخين بيعمل مرض مش المنطق ولا لا؟ طب نفس المعادله. جبت كم واحد اكل طعميه وكم واحد لم ياكل طعميه؟ فلقيت اللي كان تعب اكتر من اللي ما اكلش يبقى الطعميه المصابه. يبقى هذه المعادله يستمتع بها ده الريلاتيف ريسك بتاع الكهر. برافو عليكم. مالكوش دعوه اللي ما كانش معانا بالمصطلح ده هيتعدى مع الكهر ما تقلقوش. هذه المعادله اسمها الريلاتيف ريسك. ده السؤال اللي جالهم في طنطا في الامتحان تقيل جدا. قال لهم معادله الاتاك ريت عشان نعرف الاكل المصابه هي ايه؟ دراسه كهر. يعني دراسه كهر. هتخيل كم واحد اكل طعميه وكم واحد ما كانش طعميه، كم واحد اكل مهلبيه وكم واحد ما كانش مهلبيه واقارنهم ببعض، اللي يطلع الرقم الاكبر الاكل المصاب. في حاجه صعبه في هذا الكلام؟ طب اللي ما كانش معانا يا دكتور، انا اكل حد ادنى من الحصه عشان افهم الموضوع، الحد الادنى كل اكل اعمل لها معادلتين، كم واحد اكلها وتعب وكم واحد ما اكلهاش وتعب، الرقم الاكبر هي الاكل المصابه. في حاجه صعبه في هذا الكلام؟ طب ليه انتوا ما انتوش فاهمين؟ ما تيجي نعمل تجربه. هاتولي المساله رقم هذه مسألة صحيح. ايه الأخيرة؟ هيجيب لك شوية أكلات يا أحمد. بص يا أحمد بقى اللي دخل متأخر كله ربنا يسامحه هيبقى وصل الحصة، آخر الحصة هقعد معاك أقول لكم اللي فات، يعني اكتب اللي أنت ما خدتش كل ده. أيوة هيجيبولك، أنا قصدي إيه؟ ادخلوا بالراحة سامحوا، خليك ذاكر معاهم. أنا من النوع اللي بحب علمي، يعني إيه بحب علمي؟ يعني عايز كل الناس تعرف المعلومة، أنا قلت لكم خلاص طنطا خلاص، يعني طنطا فكرة إن يبقى في مجموعتين في اليوم ما عادش. خلاص في راوند خلص خلاص، وبناء عليه فاضل بعد الحصة. فأنت جيت متأخر، أنا لوحدي والله العظيم ما هرفض أقول لك تعالى أعد لك اللي فات، عايز كل اسم. خلاص كده؟ فإيه يا جماعة المسألة الأخيرة؟ هيجيب لك شوية أكلات، إيه شوية الأكلات بقى؟ أول حاجة فلافل، تاني حاجة كفتة، أول حاجة فلافل معرفش مذكرها، تاني حاجة كفتة، تالت حاجة رجلة، رابع حاجة مش مهم اسمها إيه؟ أكلة وخلاص، مش مهم اسمها إيه؟ في ناس بقى تسيب الامتحان، إيه الأكلة دي؟ هي الأكلة مش مهم الأكلة اسمها إيه؟ إيه وخلاص أكلات. بيقول لك طلع لي مين الاكله المصابه، مين الاكله اللي فيها ما يكون. يا جماعه تعمل ايه يا جماعه؟ كل اكله تعمل لها التكريم، كم واحد اكلها على كم واحد تعب، كم واحد ما اكلهاش على كم واحد، كم واحد تعب على كم واحد ما اكلهاش، اقول لك حاجه بقى؟ هو مريحك ومطلع لك التكريم. هو مريحك، بص معايا فهمت كده؟ هو مريحك ومطلع التكريم. هو مريحك لو صدرت الدكتوراه، هو مريحك ومطلع التكريم. مطلع. طب تعرف الاتاك بتاع اللي كان ازاي؟ ما تبص على العواميد، على العواميد يا جماعه، العواميد اللي ايد اللي اكل، العواميد اللي على الشمال، طب العواميد اللي على اليمين دونت ايت لم ياكل. يا جماعه انا هعملها ازاي بقى في الامتحان؟ بالنظر. بصوا النظر ازاي؟ معلش يا دكتوره بصوا بالنظر ازاي؟ طب حد يبقى معاه مذكرتين. بالنظر ازاي؟ حد معاه مذكرتين يديني اي مذكره في النص عشان اقول الارقام. طب يا جماعه انا بص مع الدكتور اهو. بص يا جماعه ببساطه اول واحده يا جماعه، اول واحده شوفوا يا جماعه الاتاك 64 على 60 يطلع يا جماعه كسر ولا واحد صحيح؟ يعني اكتر من واحد اطلع واحد من كام مثلا؟ حد يقول لي واحد واحد من عشره. ده رقم حلو اهو. بصوا اللي بعدها. اللي بعدها الكفته يا جماعه، الكفته تطلع كام؟ 57 على 66 هيطلع واحد. 57 او 57 على 66 هيكمل واحد ولا اصغر من واحد؟ يبقى دي مش الاكله المصابه، يعني دي اكبر من اللي بعدها كسر، اللي بعدها كسر لغايه ما توصل ايه يا جماعه؟ لحاجه اسمها جرش. ايه الجرش ده؟ ما اعرفش. تمام يا جماعه توصل هذه الاكله يا جماعه كام على كام يا جماعه؟ 75 على كام؟ على 5. حد عارف 75 على 5 كام؟ 15. هل ال 15 اكبر ولا الواحد واحد من 10 اكبر؟ يبقى دي الاكله المصابه. بس هيجي عليها سؤال في الامتحان مين الاكله المصابه؟ بصوا معايا انا كده خلصت شرح الملحوظه دي. اسمعني بقى يا جماعه انا بقالي دي بقالي ساعه او نص ساعه بعمل ايه؟ اسمعني بقى يا احمد كل ما اقول بسم الله الرحمن الرحيم البنات مش عارف مش داري البنات قاعده قدام ظهرها للناس اللي ورا يدخل عزوز ما تعرفيش اللي يحصل في قلبي البنات عارفين عزوز بني ادم زي الفل كل حصه يقول يا دكتور قبل امتحان انا فاتني شويه حاجات ما تعيدها لي تخيل يا جماعه انا عيدتها له ايه اللي يحصل في قلبي يجي للحصه اللي بعدها انا جيت الحصه متاخر ما تعيدها لي اللي بعدها ارحمني يا عزوز يا عزوز بدري عشان لو عيدني المره دي بدري نفس الكلام اللي جاي متاخر ما تفتح حد جاي متاخر هعيد بص بص يا عزوز من قبل الكلام اللي جاي ده كله هعيد دلوقتي حالا بعد الحصه بس رجاء اللي يجي متاخر يعمل ايه؟ يستنى لما اخلص باراجراف على بعضه. لان القاعه مش هتساعده كل الناس نقعد ايه؟ نعمل في القاعه. كده خلصنا يا جماعه الموضوع ده قليل مباراه ببساطه. ايه اللمه ببساطه؟ بصوا اللمه عامله ازاي؟ يا دكتور انا خدت النهارده ثلاث ملاحظات كان زمانهم خلصوا في 10 دقائق. ايه ثلاث ملاحظات؟ قال التكريت كل تعب على كل كلمه.
لدرجه نقسم بالله انا واثق بذكاء الدكتور ان في ناس داخله دلوقتي حالا هيفهموا وهيقلعوا كل اللي تعب على كل اللي كان. كم واحد اكل 100؟ كم واحد تعب 70؟ ومعدل الاصابه 70%. صح دي؟ اللي مش هيفهموها معاه حاجه واحده بس، معدل الاصابه الثانيه اطرح الحالات الاولى من البصل والمقام. في حاجه صعبه كده؟ ثم لحظه بقى، قلت معادلتين، التكريم للي كان والتكريم للي لم ياكل، صح كده؟ طب ايه الفرق بينهم وبين اللي فوق؟ انا ما قلتش حاجه بقى لله، مش مرتب اسم، دي في حاله الفود بويزنج بس، تسمم غذائي. يعني بتعمل المعادلتين في حاله التسمم الغذائي فقط، اشمعنى عشان تعرف الاكل مصاب؟ يعني ما بتعملهاش في حاله دروب الانفكشن اللي هو بيسس، ما بتعملهاش في حاله المعده وفيلا اللي هو بينتشر بدروب الانفكشن، ده في حاله بطنينا وجعتنا عايزين نعرف الاكل المصاب، عايزين نعرف يا جماعه عشان نشيلها من السوق في صدرنا. فعايزين نعرف من الاكله المصابه، يبقى بنعمل معادلتين عشان نعرف في حاله الفود بويزنج من الاكله المصابه. يبقى خدت النهارده مع اربع معادلات، الالتكريت كل اللي تعب على كل اللي كان، السكند الالتكريت اطرح الحالات الاولى من البصل والمقام، في حاله الفود بويزنج بعمل معادلتين للي اكل واللي بياكل. في حاجه صعبه بس الكلام؟ لحظه، تقول يا دكتور ايه اللي كان باقي لنا في الام بي سي كيوهات؟ انا بعمله معاك ده معاك كينز، مش متخيله؟ ان عشان وقت براحتنا مش زي طنطا بحل الام بي سي بتاعت كل شابتر، هدي بقى الام بي سي اللي كانت باقيه لنا واحده واحده واقول لك اني واحده. يا جماعه الام بي سي يا جماعه رقم كام؟ هنا رقم كام؟ حد كده كاسبهم فاضيين يقول لي. يلا يا جماعه سته، يلا يا جماعه نحل من اول سته، يلا يلا بقى. اقول لك ايه؟ لا سته، يقول لك سته دي هو اتفكر فيها كلام اخر حصه عشان عايزين كده ما تفكرش فيها كتير. 12 يلا 12. طب مين عبقري يا جماعه؟ مين عبقري في 12؟ لو واحد حل 12 يبقى عبقري. السكن من التاكيد بالفلاحي اللي اتصابوا المره الثانيه اللي ما كانش معانا المره مش عارف حلها. فبيقول لك ان السكند للاتاك ريت ما ينجحش في انهي نوع من الجربات الثلاثه في البوينت سورس، عارفين ليه؟ لان البوينت سورس اتصابوا مره واحده شربوا اللبن وخلاص وتعالوا، مفيش سكند للاتاك ريت. يعني والله اقول لكم معانا اول مره يفهموها، وانا هعمل ده تحدي عشان يثبت لك ان التركيز يا احمد يا تكوين اسلام، ان التركيز يا اسلام كل حاجه. الاتاك ريت يا جماعه هو السنج، عارفين السنج يعني ايه؟ شربنا اللبن في المدرسه الساعه 9 الصبح، المفروض وجعتنا 10، نظر المدرسه قاعده باللبن الساعه 12، يبقى الحالات كلها حصلت الساعه كام؟ 10. هل في ناس هيتصابوا مره ثانيه ولا هي مره واحده خلاص؟ يبقى السكند اتاك ريت ما ينفعش فيه تايب 1 كيرف. السكند اتاك ريت ما ينفعش غير السكند اتاك ريت ما ينفعش غير في الناس يا جماعه اللي بيتصابوا مرتين قمه وقمه، اللي هو عارفين مين؟ اللي هو يا جماعه تايب 2 كيرف. اديكم مثال بس تايب 2 يا جماعه عامل ازاي؟ ادي سكند اتاك ريت، وادي ثيرد اتاك ريت، وادي فورس اتاك ريت، وادي خمسه اتاك ريت، وادي سبعه اتاك ريت. في ناس اتصابوا المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. فهمتوها؟ لا حلوه جدا دي. ثم يا جماعه مين يحل رقم كام؟ يلا ربع رقم ناقص 13. طب حلو يا جماعه رقم 15 كده الاول. 13 يا جماعه 13 دي حلناها يا جماعه 13. كم واحد اتصاب 70 على كم واحد شرب اللبن 200؟ يبقى 70 على 200 يطلع رقم كذا في صباح البيت بقى. هيطلع 35% يا جماعه اللي بعدها. حلو لي 15 كده وحد يقول لي معناها يا جماعه. قال لك هل التكريم هو يا جماعه هو عدد الناس اللي اتصابوا على عدد الناس اللي اكلوا؟ فين اللي اكل يا جماعه؟ مش انا في اول حصه مش لازم اقول لك اللي اكل؟ اللي معرض، اللي كان في المدرسه، اللي كان في الحفله، الناس اللي اتريسك في 100؟ ولا الاتاك ريت بنطرح الحالات الاولى من البسط والمقام؟ ولا الاتاك ريت اللي مات؟ هل اللي مات ولا اللي تعب؟ اللي تعب طبعا، يبقى اول واحده. طب تاني واحده غلط ليه يا جماعه؟ حد يقول لي تاني واحده غلط ليه؟ لان ده تعريف السكن للاتاك ريت. برافو عليك، سؤال محمود من شويه زي قصه منا. قول لي بقى يا جماعه رقم 16، رقم 16 فيها ذكاء عالي جدا. بقول لك بقى الاتاك ريت بتاع فود بويزنج، اقسم بالله استاذ في الاسم الرد فيه. قالوا لهم يا جماعه الاتاك ريت، يلا معايا بقى. هل الاتاك ريت يا جماعه الخيار الاولاني اللي تعب على اللي اكل؟ ولا اللي تعب على الذي لم ياكل؟ ولا الاثنين؟ طب ليه قلت الاثنين ما قلتوش زي الاستاذ الاستاذه الاولى بس؟ ليه يا جماعه؟ عشان فود بويزنج. برافو عليك. عشان دي في حاله الفود بويزنج لازم اعمل الاثنين، اللي كان الطعميه ولا بياكل طعميه؟ فهمتها ولا لا؟ اللي كان فهمتها دكتور ولا لا؟ اما في حاله ده غير الفود بويزنج اتاكد واحده بس. دي حته طلبه شاطر، في حاله الفود بويزنج اثنين اتاكريت. اللي كان واللي ما كانش. فهمتها يا احمد؟ فهمتها يا احمد عزوز؟ كده يا جماعه خلاص طيب، حلو انتوا بقى الباقي في البيت. انا يا جماعه كده انا اسمعني بقى، انا كده حلو بقى في البيت وحلو معاك، بس هنا الوقت ما يسرقنيش ليه؟ لان انتوا عارفين انتوا بتلعبوا على بعض. فالموضوع ده لو سبت منه سطر ابتدي من اول وجديد المره الجايه. في الاول ده عشان تفهم اسمعني بقى، هذا الموضوع مش في الكتاب، بقى له كام سنه مش في الكتاب، سنتين بينسى احطه في الكتاب. انتوا الجامعه الوحيده اللي قرر يشرحه. موضوع يا احمد ممتع جدا جدا فلسفه. اديكم مثلا هيفاء واحد يا جماعه، كم واحد يا جماعه هنا، كم واحد هنا ينفع يقرا بيحب هيفاء واحد؟ اربعه بس. هل يعقل مجموعه زي اربعه؟ هكشفك. تجرب واحده واحده يا جماعه. كم واحد في هذه المجموعه يا جماعه؟ كم واحد في هذه المجموعه؟ لا يا جماعه بيحب السيسي ويديله صوته.
انا هجيب لكم سبعه دلوقتي انا هجيب لكم سبعه ليه منهم بنات دلوقتي حالا فعلم يا جماعه بتاخد عينات ازاي بحس نظر اللي بتعلمه يا جماعه بالواحد ولا بالواحد معايا يا جماعه هذا الموضوع مش في الكتاب عشان ينزل ورق